أم عبد الله من رأس الخيمة تقول: إذا كان شخص مسحور ومن فك عنه السحر لسنين وبعدها توفي، هل الله سبحانه وتعالى يغفر لهذا الشخص ويكفر عنه سيئاته مثلا؟ يعني هل كان متضرر مثل ما يتضرر المريض؟ أم عبد الله بارك الله فيك، لا شك بأن من مات مسحورا فقد مات مظلوما. من مات مسحورا يعني بسبب السحر فقد مات مظلوما، ومن مات مظلوما يرجى أن يكون شهيدا عند الله سبحانه وتعالى، يرجى أن يكون شهيدا عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك أختي الفاضلة، إذا كان يعني إذا كانت الشوكة التي يعني تقع في يد الإنسان أو في رجله ويكفر الله عنه الخطايا، كيف بهذا البلاء وهذه الفتنة؟ لا شك بأن التكفير عظيم لهذا الإنسان ما دام أنه يعني مات مسحورا ويكون بهذا مظلوم، فيرجى بأن الله عز وجل يغفر له وينقيه عنده سبحانه وتعالى.